والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. حضرات السيدات والسادة، أتشرف اليوم بترأس مراسيم حفل تنصيب السيد محمد جيليا الذي حظي بثقة الأولوية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحياده، حيث تفضل رحمه الله بتعيينه واليا على جهه الدار البيضاء اسطات وعاملا على اعمال الدار البيضاء. السيد والي الجديد من خيره القطر التي راكمت تجربه مهمه خلال مسارها المهني، اذ سبق وان تولى مجموعه من المسؤوليات في وزاره التجهيز قبل ان يحظى ابتداء من سنه 2002 بالثقه الكريمه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وحياده الذي عينه عاملا على عمالة سكرة مال، ثم واليا لجهة سادة تسليمة هناك مرات سادسين الحوز والجهة الشرقية، ثم الضباط سادة القنيطرة، ثم واليا لجهة طنطا جبوات تسليمة إلى أن سنة 2019. وإن على يقين تام أن السيد والي سيكون في مستوى المهام ملقاة على عاتقه من خلال العمل الجاد والإخلاص والتفاني في الاطلاع بمسؤوليات المناطقة به. وأقتنم هذه المناسبة لأشيد بالعمل الذي قام به السيد سعيد مدوش قيلة توليه المسؤولية على رأس ولاية الجهة، والتي أبان خلالها عن حس وطني عالي وكفاءة كبيرة في تدبير الشأن العام. حضرات السيدات والسادة، فتفس التعيينات التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده بالموافقة السامية عليها في المجلس الوزاري المعقد 19 أكتوبر 2023 أهمية بالغة بالنظر للسياق الوطني الذي جاءت فيه، فبلادنا تتطلع إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي من خلال تنزيل عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة، فضلا عن الاستعداد لاحتضان عدد من التظاهرات الريادية الدولية الكبرى آخرها نيل المملكة شرف تنظيم كأس العالم سنة 2030 ضد أساتذة من إسبانيا والبرتغال. وفي هذا السياق تتموقع جهة الدار البيضاء ستار كقطب اقتصادي رائد على المستوى الوطني يعول عليه كثيرا خلال المرحلة المقبلة من أجل إبراز المؤهلات الاقتصادية والحضارية التي تتوفر عليها المملكة، فهي جهة قدرات كبرى وجهة مؤهلات تنموية واعدة، وهي كذلك الجهة التي تضم أكبر عدد من ساكنة المملكة بقرابة 7 ملايين نسمة تمثل اليوم أزيد من 20% من ساكنة المغرب. ووفقا لهذا المنظور تعرف الجهة تنزيل عدد من البرامج التنموية التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، منها أساسا برنامج تنمية للدار البيضاء الكبرى الذي رصد له مبلغ 33.5 مليار درهم توزعت على 243 مشروع. قد همت هذه الاتفاقية إنجاز جرام حديث للنقل عبر توسيع خطوط الترامواي وإنجاز أخرى جديدة واعتماد نظام حافلات عالية الجودة، فضلا عن تهيئة الشبكة الطرقية وتنسيق تدبير خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل. كما شملت أيضا المجال الاجتماعي وذلك من خلال البرامج المندمجة للتنمية الاجتماعية وإعادة تهيئة أحياء ناقص التجهيز وبناء تجهيزات عمومية من أجل محاربة السكن غير اللائق وتهيئة البنية التحتية المتعلقة بالثقافة والرياضة والترفيه. هذا واستهدفت هذه الاتفاقيات تنميه مؤهلات الجهه عبر تأهيل الشرط الساحلي وتمويل برنامج التصوير والتنميه الترابيه للجهه والحفاظ على التراث وتثمينه من اجل الرفع من جاذبيه الجهه وطنيا ودوليا. وتنضاف الى هذه الاوراق مشاريع وبرامج ذات ابعاد استراتيجيه سواء المرتبطه منها بسياسات عموميه وطنيه أو بمخطط تنموي للجهة من قبيل مشروع بناء محطة تحلية مياه البحر، مشروع بناء مدينة المهن والكفاءات، برنامج تحسين البنية التحتية الطرقية بين الدار البيضاء والمواصل وتهيئة طرق الدار البيضاء والتي تضم مطار محمد الخامس الدولي،
إحدى مناطق نشاط الاقتصادي المخصصة لوحدات الإنتاج المعرضة للخطر والتي تتطلب مشروع تهيئة مطرح جديد، برنامج حفاظ على التراث المعماري لمدينة الدار البيضاء، برنامج معالجة مبادئ آلية سقوط الدار البيضاء الكبرى. هذا وبقدر ما ستساعد هذه المشاريع الكبرى على تدعيم الاندماج مع العصر الحضري والرفع من مستوى عيش المواطنات والمواطنين من جهة اقتصادية واجتماعية، بقدر ما تستدعي نوادي جديد الوقوف الميداني على إنجازها وفق الأهداف المخططة. حضرات السيدات والسادة، إن مواصلة تأهيل هذه الجهة بما يثمن المكتسبات المحققة ويأخذ بعين الاعتبار التحديات والإشكالات التي لا تمس مطروحة، يتطلب كذلك إلى الأهمية اللازمة لعدد من الأوراش، منها أساساً حسن تزويد نظام التركيز الإداري الذي أقصى آليات تكرس الدور المحوري لوالي الجهة في تحقيق انتقائية البرامج وسياسات عمومية وتتبع تنفيذها، وكذا تعزيز الاستثمار عبر استحضار الدور الجوهري للمولاة والعمال في تحريك الدينامية الاقتصادية المحلية. موقع الوالي كمسؤول ترابي يبقى أساسياً سواء في إطار الصلاحيات التي تم تطويرها له بشكل مباشر أو في إطار وظيفة تنسيق أنشطة المصالح لا تمطر والسهر على حسن سيرها. وما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على المصالح الترافية لوزارة الداخلية هو مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية التي تفرض استحضار حدامة جيدة في جميع جوانب التدبير اليومي والاستراتيجي والسعي لتحقيق صالح العام بكل التزام ومسؤولية.